يقلق البعض من كثرة الحاجة إلى التبول، خاصة وأنها تسبب الحرج والإزعاج لصاحبها ليلاً ونهاراً، وقد يرتبط هذا الأمر بحدوث أمراض معينة. وبالرغم من أن تكرار الشعور الملح قد يكون مرضياً أحياناً، إلا أنه قد يكون طبيعياً أيضاً. فكيف يمكن التفريق، ومتى يستلزم الأمر زيارة الطبيب؟ المزيد ينضم إلينا من دبي الدكتور محمد الخولي، اختصاصي جراحة المسالك البولية. صباح الخير دكتور. يعني بداية، هناك العديد من الأشخاص يعتقدون أنهم يعانون من هذه المشكلة، لكن كمية البول تكون قليلة. هل المشكلة تقاس بالكمية أو بعدد المرات؟ هي تقاس بالنسبة لعدد المرات أكثر من هي الكمية طبعا، لأن هو الطبيعي إن لو في كميات من البول بتفرز بكمية كبيرة، الطبيعي إن الإنسان يدخل عشان لها بيكون ليه يعني حجم محدد إن هو يقدر يحتفظ بيه. لو زاد عن الحد بيبتدي يحس طبعا بالشعور بكثرة التبول. فعدد المرات هنا هو اللي بيكون أهم للإجابة على سؤالك الخاص يعني. نعم. هل هذه المشكلة تعتبر شائعة؟ طبعا هي شائعه جدا، تعتبر شائعه، لكن هي المشكله يعني علينا ان احنا نفرق ان هي بين ان هي تكون مرض. هو ما في مرض اسمه كثره التبول، هو عرض لامراض، لعده مجموعه من الامراض. فنسبه شيوعها بتسبب حوالي مشكله اللي بحوالي 30% لفوق 60 عام للاعمار اللي هو فوق 60 سنه تقريبا، بيكون 30% منهم بيكون عندهم هذه المشكله. طيب يعني دكتور، هناك بعض الاشخاص قد يشعرون فجأة أنهم بحاجة إلى الذهاب للتبول ولكن الكمية تكون قليلة، هل هناك مشكلة؟ طبعا هو هنا بيكون يعني المثانة هي عبارة عن وعاء لتخزين البول، المفروض أن بيكون لها حجم محدد اللي هو تقريبا 500 أو نص لتر. فلما بيكون الكمية أقل ويكون في الحاجة شديدة لهذه السيطرة على هذه الكمية البسيطة، طبعا هنا بيكون في ضرورة للتقييم. وطبعا هالاسباب يعني احنا خلينا يعني نعترف الاسباب من اول النفسي الى حد العضوي والسرطانات ممكن تسبب هذه المشكله. يعني مشكله شائعه مثلا ان في الاسترس ممكن الواحد حتى من كتر قوه الشعور ممكن يفقد السيطره على البول، وهنا دي بتبقى درجه التحكم هنا طبعا بتعتبر خطيره، او دي بتعتبر اعلى درجه من مشاكل التحكم في البول. نعم. طيب دكتور، يعني هل شرب السوائل يساهم يعني في تفاقم هذه المشكلة، وأي نوع من السوائل؟ شرب السوائل الكتير يعني هو عموما من أحد الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى كثرة التبول، لكن لو هي يعني شرب السوائل مرتبط مثلا مع عدم انضباط السكري، فلو المريض هيبتدي يشعر بكثرة التبول لو هو السكر مش منضبط عنده، فبالتالي هيبتدي هنا يحس بهذا. كأنواع للسوائل، في بعض الناس عندهم حساسية عالية للكافيين، للأكلات اللي هي الحارة أو المتبلات، يعني في بعض الناس بيكون عندهم هذه القابلية. دي بيبقى بالإجمال يعني. نعم. طيب إذا الشخص مثلا أهمل هذا العارض الصحي، هل له مضاعفات على الصحة العامة؟ هنا علينا أننا نتحدث عن الشخص بأي مرحلة عمرية. يعني خلينا نقول أن في بعض الأورام الخبيثة بتكتشف بهذا العرض. أوكي، يعني ممكن يكون واحد عنده مثلا، يعني خلينا نقول فوق سن الأربعين، لا لازم هنا يخضع المريض إلى تقييم. تحت سن الأربعين غالبا بتكون الأمور بسيطة ويمكن الصبر عليها، أو الصبر لحد ما يتوفر العلاج المناسب. لكن لو فوق سن الأربعين هنا لا، ده بيبقى هنا في خطورة لوجود أورام تعمل هذه المشاكل. طب دكتور، يمكن النساء أكثر عرضة للالتهابات البولية، هل هذه المشكلة شائعة أكثر عند النساء؟ طبعا هي تعتبر يعني هي الارقام الاكيده ان هو يعني حوالي فوق سن الأربعين بتبتدي 25% من النساء بيبتدي يشتكوا من هذه المشكله. طبعا الالتهاب احد الاسباب اللي هو بيكون النساء عرضه لها بصوره اكثر من الرجال، بتكون احد الاسباب اللي بتبقى لها علاقه بهذا الموضوع. فالالتهاب هو اللي بيسبب في النساء هذه المشكله، وهناك اسباب اخرى. خلينا نعرف ان مثلا الجهاز التناسلي عند المرأة، الرحم والعنق الرحم،
عصبيا مرتبطين بالمثانه، فاي خلل حتى فيهم، يعني حتى لو مش بنتكلم على التهاب فقط، لو هي مشاكل نسائيه، التهابات نسائيه ممكن تسبب كثره في التبول. وكثير من المرضى بيكون يعني بنكتشف انهم عندهم مشكله نسائيه وبيكون عندهم العرض البولي. نعم. طيب بالنسبه للطرق العلاج، متى نلجأ للعلاج وما هي ابرز هذه الطرق؟ هو العلاج يعني طبعا حسب لكل مشكله بيبقى لها، يعني في كثره التبول، ما هي كثره عدد المرات التبول؟ يعني بفرض مثلا مريض بيصحى 5 مرات مش قادر ينام تاني، هنا ينصح ان هو لازم يخضع للفحص الطبي. لو مريض كل نص ساعه ما بيقدر يتحكم في البول، هنا لازم يتوجه الى الطبيب. عموما هو في مبادئ الصحه العامه ان الانسان بيكون اكثر واحد فاهم نفسه، يعني بمعنى ان هو لو حس ان هو اكتر من اللازم بدون داعي وما قادر ان هو يتحكم ان هو ما يروح للحمام ولازم يروح فورا، يعني يترك سيارته او يترك عمله او يترك اللي في ايده ويروح، هنا ده بيحتاج ان هو يخضع الى التقييم. طيب دكتور، يمكن التبول في الليل يعني هل هو مشكلة اكبر؟ طبعا هو بيتأثر على لها توابع اخرى، يعني التبول الليل ده بيكون بيأثر على النوم وبالتالي على معدلات الانتباه في الصباح. في بعض الحالات بترتبط في سن كبير مثلا في التبول الليلي بالكسور، يعني في دراسات تؤكد ان اصابه الكسور بتحدث مع التبول الليلي، الانسان بيكون في غرفه وعيه وبيتزحلق في الحمام وبيحصل كسور، وخصوصا في السن الكبير ومنها كسور بتكون خطيره جدا. طب ما هو عدد المرات الطبيعي للذهاب إلى التبول خلال النهار لشخص طبيعي لا يعاني من أي مشكلة؟ شخص طبيعي تحت عمر، يعني خلينا نقول إن هو مرة، هو ده المعدل الطبيعي للإنسان ممكن يفيه، من 0 إلى 1. أكثر من 1 بتعتبر هنا بداية مشاكل أو بداية علامات. أكثر من 1؟ طبعا أكثر من مرة يعني اسم. وطبعا مع مراعاه ان هو ما يكون شارب كميات كبيره، يعني هو المفروض الانسان يعني لو شارب 5 لتر هيصحى مثلا 4 مرات في اليوم، يعني هو خلال اليوم دكتور مو الليل. لا في الليل، في الليل. في الليل، لا نتحدث عن اليوم. اليوم لا يوجد معيار ثابت لشرب السوائل، لكن هو يعني عموما في بعض الحالات بيكون فيها المرضى بيكونوا اوفر، يعني بيشربوا اكثر من الداعي فبيتسبب لهم مشاكل كبيرة جدا، لكن ما فيش معيار، لكن في الغالب بيكون في حدود من 1.5 ل 2 لتر، ده الكمية اللي بينصح بيها في او الكمية اللي بتستهلك، مع مراعاة ان المية مش مية فقط، يعني ممكن فواكه فيها مية، الشاي هو عبارة عن مية نسبة فيه، كل هذه الامور بتحسب كمية. طيب لنذهب الى اسئلة المشاهدين، اسئلة عامة وابرز المشاركات. هل يوجد علاج ناجح لتضخم البروستات غير التدخل الجراحي؟ التدخل الجراحي علاج ناجح، يعني معناها ان هو لا يحتاج المريض الى اي ادويه او اي شيء ثاني بعد، فلا يوجد، يعني هو مش بيكون تضخم البروستات هو مثل دور البرد بناخد دواء او كورس وبيروح، لا، هو لحد الحين ان البروستات هو العلاج الجراحي هو العلاج الاكيد الناجح، علاج البروستات والنهائي. في علاج مؤقت بيكون ادويه، بيكون عباره عن ادويه. نعم. نعم، نذهب الى السؤال الثاني، ما هي اسباب حرقان البول عند النساء والرجال؟ كأسباب هو حرقان البول، يعني حرقان البول هو المقصود بها الحرقان وقت التبول، هو بيكون التهاب في منطقة مجرى البول، بمعنى ان لو مجرى البول فيه التهاب او جرح او جسم غريب زي الحصى يؤدي الى ان هو وقت نزول البول اللي هو بيكون حمضي في الغالب بيؤدي الى الشعور بهذا، يعني هو بيكون خلل في مجرى او انبوب صرف البول في الغالب يعني. واسبابه تتعدد من التهابات للاورام للحصوات للتضيقات، بيكون اسباب متعدده جدا. نعم. من دبي دكتور محمد الخولي اختصاصي جراحه المسالك البوليه، شكرا على وجودك معنا. شكرا.